طيب كمان كابتن محمود الخطيب كان ليه كلمة مهمة جدا، والكلمة النهاردة كان فيها رسائل مهمة وكان فيها معاني تاريخية. تعالوا نسمع ونشوف جانب من كلمة الكابتن محمود الخطيب لمجلس إدارة نادي الزمالك تعليقا على هذه الدعوة، واللي كان بالتأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي حريص على تلبيتها ظهر اليوم بزيارة تاريخية في حضور عدد كبير جدا من وسائل الإعلام. نتابع. كلمة طيبة جدا في توقيت تاريخي في عمر وتاريخ الرياضة المصرية في هذا التوقيت، يعني
المشهد بالنسبه لنا كلنا احنا يهمنا في الاول والاخر مصلحه مصر في المقام الاول، والمشهد ده ان دل على شيء بيدل ان هناك اصوات عاقله هدفها مصلحه الرياضه المصريه، وهدفها ان الكره المصريه تتقدم للامام. الصوت العاقل والصوت الهادي هو اللي انتصر في النهايه. كلمه الكابتن محمود الخطيب فيها معاني مهمه جدا، بتتكلم عن رسائل ايجابيه كتيره جدا خلال الفتره اللي جايه. واعتقد النهارده اللي بيهمه مصلحة البلد، واللي بيهمه إن الإعلام الرياضي الفترة اللي جاية يشتغل بشكل موضوعي، ويشتغل على الخبر، ويشتغل على المعلومة، ويشتغل على القضية اللي تفيد الكرة المصرية والرياضة المصرية، هيحب جدا يشوف المشهد ده. أي واحد ليه أهداف تانية مش هيحب يتفرج على المشهد ده، ولا يحب إن المشهد ده يتكرر ولا يشوفه تاني. عشان كده إحنا النهاردة كلنا سعداء إن الكرة المصرية والرياضة المصرية ده الهدف الأسمى منها خلال الفترة الجاية. على فكرة ممكن ما تشوفش مشاهد زي دي في اوروبا، ولكن الناس في اوروبا بتشتغل على الملعب بس. هنا نتيجه ان في ناس بتطلعنا كتير بره الملعب، فمهم جدا نشوف اللقطات اللي زي دي عشان نرجع تاني نتنافس فقط داخل الملعب. فاحنا سعداء جدا بهذه الزياره التاريخيه وتلبيه الدعوه من مجلس اداره النادي الاهلي بناء على دعوه كريمه جدا من مجلس اداره نادي الزمالك.